جيمس ويب سبيس تلسكوب عم بضل يفاجئنا. من الصور يلي عطاهم جيمس ويب سبيس تلسكوب هو ساوث رينج نيبولا، يعني السديم في ضوئين، ضوء الأشعة تحت الحمراء القريبة انفراريد يسارا والمتوسطة يمينا. والصورة هون هي عبارة عن القزم الأبيض ونظيره الأصغر سنا، يعني الوايت دورف. فينا نشوف we can see the dust more surrounded surrounding the the white dwarf. وهذا الشيء كان سمح لنا James Webb Space Telescope مع الانسترومنت اللي هن موجودين on board of this Webb Telescope. So stay tuned with Dr. C, Cosmos Within Everyone's Reach, with discoveries and the marvelous images of James Webb Space Telescope. Cheers.